السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة أجيال الدولية للغات، مادة اللغة العربية، صف الثاني الابتدائي. هيا بنا أعزائي التلاميذ نقوم بحل تدريبات على الدروس السابقة وخاصة المقال. سأعيد كتابة مقال بعد التقييم الذاتي. سأقوم بكتابة مقال عن البيئة، وتحدثنا عنها قبل ذلك. البيئة من أعظم نعم الله علينا. وبعدين هنجيب السبب، ايه سبب ان البيئة من نعمة من نعم الله؟ ان فيها نعيش ونتعلم منها كما نحصل منها على الهواء. وقلنا بعد كده المشكلة ان ايه تلويثها، لكن تلويثها بإلقاء المخلفات يسبب انتشار الأمراض. وفي النهاية نقول النتيجة اللي هي عبارة عن إرشاد أو وصية أو توجيه أو نصيحة: حافظوا على نظافة نهر النيل. لاحظ وتعلم. نشاط واحد: أكمل الجمل الآتية. عندنا مجموعة من الكلمات: عند، ظرف إيه؟ شاطرين، ظرف مكان، بين، ها ظرف مكان، على حرف جر، ولي حرف جر. بس هنا دي لام التعليل، لي يعني من أجل ذلك أو لكي. ها أحضرت أو أحضرت تاء سكون، فرح ورقة، ها أحضرت فرح ورقة، ها لماذا يا حلوين؟ لترسم، أحسنتم. يبقى دي لام التعليل، هي أحضرت الورقة ليه؟ لترسم نهر النيل. تقع مدينة الإسكندرية، مدينة الإسكندرية على، أحسنتم، البحر، يعني هي بتقع على شاطئ البحر المتوسط. انتظرني والدي، ها انتظرني فين؟ المكان فين؟ ها عند باب المدرسة. يبقى ده مكان، عند باب المدرسة، يبقى عند هنا ظرف مكان. يمر نهر النيل، ها أحسنتم، بين مدن مصرية كثيرة، وخدناها قبل كده في موضوع أنا النيل، إن نهر النيل ده كان بيمر بين مدن مصرية كثيرة، أحسنتم. ضع الكلمات الآتية في جملة من تعبيرك: كلمة تركض وكلمة ينقسم، تركض فعل مضارع، طيب وبدأ بالتاء، يبقى هنا كده هتكلم عن إيه؟ هتكلم، برافو عليكو، ها عن مؤنث، يبقى تركض البطة على بيضها. طيب كلمة ينقسم، ها أحسنتم، ينقسم نهر النيل، ها إلى فرعين، أحسنتم. هنقرأ الفقرة دي زي ما تعودنا قبل كده ونستخرج منها المطلوب هنا: النيل أطول أنهار الكرة الأرضية ويقع في قارة إفريقيا. عايزين نطلع من الفقرة دي أو من الجملة الكبيرة دي لام شمسية، عايزين لاما شمسية. اتفقنا يا حلوين إن اللام الشمسية ألف ولام وبيجي بعدها حرف مشدد، اللام دي بتاعت الألف بتبقى لام شمسية. طيب طالما جه بعدها حرف مشدد ولم تظهر في النطق وكتبت، يبقى هي لام شمسية. برافو كلكم، سمعكم بتقول إيه؟ النيل، أني نطقت النون مرتين واللام لم تنطق، والنون دي نطقت مرتين يعني هي عليها شدة وكسرة، أني نون سكون وبعدين نون كسرة، إذن دي لام شمسية. يبقى كلمات النيل، أحسنتم. طب عايزين لاما قمرية من الفقرة دي بردك: النيل أطول أنهار الكرة الأرضية. ظهرت اللام هنا في النطق وضعت عليا سكون وتوقفنا عليها، إذن دي لام قمرية، الكرة وكمان الأرضية. طب عايزين كلمة فيها مد بالألف من الفقرة بردك: النيل أطول أنهاري، أحسنتم. وكلمة قارتي، برافو، كلمة إفريقيا. يبقى أي كلمة من الكلمات دي فمد بالألف، الهاء هنا الممدود والألف المادة هيت، ودي حركة طويلة، هاء هاري، برافو. فعلا عايزين فعل يا برايمري تو، ها هنقول كلمة إيه؟ يقعوا، يقعوا يعني هو موجود في المكان ده، يبقى ده بيدل على حدث، يقعوا، أحسنتم. فعل نوعه إيه؟ فعل مضارع، برافو، لأن الفعل المضارع يدل على حدث يحدث الآن ويستمر، برافو شاطرين. طب عايزين اسما، اتفقنا ان الاسم علاماته خمسة: التاء مربوطة تنوين بعد حرف جر بعد أداة نداء، التاء مربوطة تنوين بعد حرف جر
بعد أداة نداء. يعني أي كلمة فيها ألف ولام تبقى اسم، أي كلمة فيها تنوين تبقى اسم، أي كلمة جاء بعد حرف الجر تبقى اسم، أي كلمة بقاية بعد أداة نداء تبقى اسم. أحسنتم. طيب يبقى كلمة أنيلو دي اسم، وكلمة قارتو ها في قارتي، قارة دي مكان، احنا عارفين ان القارة دي عبارة عن مجموعة من الدول الكتيرة. طيب وهي جاية بعد حرف جر يبقى هي ايه؟ اسم، وكمان فيها تاء مربوطة. احسنتم. طيب عايزين حرف، واحنا عندنا الحروف اما عطف او ايه او جر، ودي اللي احنا اخدناها حرف الجر بدلينها اللي هي ايه؟ من الى عن على في والباء والكاف واللام، من الى عن على في والباء والكاف واللام، وفي حروف تانية بس دي اللي مطلوبة مننا دلوقتي. طيب وعندنا حروف العطف الواو والفاء ثم واو، الواو والفاء ثم واو. طب عندنا في الفقرة دي ها برافو، الواو حرف عطف وكلمة في وحرف الجر في ده حرف جر، برافو عليكم احسنتم. طيب هنقرأ فقرة يا أحبابي التلاميذ ونستخرج منها الإجابة. يقع نهر الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية. يبقى نهر عندنا نهر، من الحكم الفقرة دي عرفنا إيه؟ إن إحنا عندنا نهر اسمه نهر الأمازون، وموجود فين يا حلوين؟ في قارة أمريكا الجنوبية، وهو ثاني أطول نهر في العالم بعد نهر النيل. عرفنا من الفقرة ان هو تاني نهر من حيث الطول على مستوى العالم، يعني النهر الاطول انهار العالم كان نهر النيل زي ما عرفنا في موضوع انا النيل. وبعد كده النهر اللي بعده اللي هو طويل برضك بس جاي بعده في الترتيب ها اللي هو نهر الامازون في امريكا الجنوبية. طيب ها احنا عرفنا ان نهر النيل كان بيمر في بلاد في مدن مصرية كثيرة، طب نهر الامازون ايضا يمر ببلاد كثيرة زي ايه؟ كالبرازيل. الكاف دي حرف ايه؟ حرف جر، مش احنا قلنا من والى وعن وعلى وفي والباء والكاف واللام، كاف دي حرف جر وببلاد الباء الاولى حرف جر. احسنتم. كالبرازيل والارجنتين، ويصب نهر الامازون مياهه في المحيط. بعدما قرانا الفقره هيا بنا اعزائي التلاميذ نستخرج الاجابه. يقع نهر الامازون في امريكا الشماليه، الاجابه صحيحه ام خطا؟ برافو، الإجابة خطأ. والطب الصحيح بتاعها إيه؟ إن هو بيقع في قارة أمريكا الجنوبية. أحسنتم. هنحذف كلمة الشمالية ونضع مكانها الجنوبية، أمريكا الجنوبية. طيب السؤال اللي بعده، نهر الأمازون أطول نهر في العالم؟ أطول نهر؟ لا، إحنا عرفنا إن نهر النيل هو اللي كان أطول نهر في العالم، وبعديه نهر الأمازون. يبقى نيجي بقى للفكرة ونقول إيه؟ وهو ثاني أطول نهر في العالم، يبقى هو الثاني. طب أمال مين الأولاني؟ كان نهر النيل. يبقى هنا نقول نهر الأمازون ثاني أطول نهر في العالم، برافو عليكم. طب أنا هسيب لكم السؤال ده تحلوه، يصب نهر الأمازون مياهه في البحر؟ ها؟ مين اللي كان بيصب مياهه في البحر؟ كان نهر النيل. طب هنا في الفكرة ايه؟ يصب نهر الامازون مياهه في المحيط، وانت هتحلها لوحدكو. تمام؟ شاطرين يا برايمري 2. طيب التدريب اللي بعده اللي انتوا كلكم عارفينه، قيم نفسك. نشاط واحد، كون كلمات من الحروف الاتية، الراء والقاف والتاء المربوطة والالف. هناخد القاف مع الالف، المادة تبقى ايه؟ قا. شاطرين كلكم كملتولي. را تو قارتو، احسنتم. ها طب الباء والشين والعين، ها كلكم شاطرين وهتقولوا ايه؟ عش بو، شاطرين. او ايه كمان؟ شع بو، برافو احسنتم، شعبو او عشبو. طيب الصاد والياء والباء نفكر كده، ها نقول ايه؟ يا، برافو شاطرين، يا صب، الياء هتبقى مقصوصه، يا صبو، احسنتم. طيب الياء واللام وازاي والياء نقول ايه؟ ها كلكم فكرتوا؟ شاطرين. هنقول ايه؟ برافو، يزيلوا، يو زي زي كسر مد وبعدين لو، يزيلوا، احسنتم. نشاط اتنين، رتب الكلمات لتكون جملة، يعني احنا هنا رتبنا الحروف عشان نكون كلمة، طب هنا هنرتب الكلمات عشان نكون جملة. فرعين ينقسم الى النيلي، هنقول ايه؟ برافو، نهر النيل ها ينقسم
إلى فرعين، ودي جملة اسمية. نهر النيل ينقسم إلى فرعين، عشان بدأ باسم اللي هو نهر النيل. شاطرين يا برايمر 2. ها، المصريون النيل مدنا وحضارات حول. أقام، من اللي أقام؟ برافو، المصريون. ها، المصريون، أقام المصريون، أقاموا إيه؟ مدنا. إيه كمان؟ وحضارات موجودة فين يا ترى؟ حول النيل. أحسنتم، يبقى أقام المصريون مدنا وحضارات حول النيل. أحسنتم يا برا. هيا بنا نقرأ فكرة أخرى ونجيب عنها. في عيد ميلادي فاجأني أصحابي بعمل حفل بمنزلي. كانت الفقرات متنوعة، وبعدين بين مهرج وساحر، وإيه اللي حصل؟ وفقرات مواهب وغنائي. يعني الفقرات متنوعة، كان منها مهرج، فيها مهرج وساحر، وفقرات مواهب وغناء، كل واحد عنده موهبة كان بيمارسها. طيب وبعدين ايه المشكلة يا ترى؟ ولكنني فجأة شعرت بالحزن وجلست أبكي، فتجمع حولي الأصدقاء لمعرفة السبب، فقلت لهم إنني أفتقد أعز صديق لأنه سافر، فردوا عليه قائلين: هذه كانت الفكرة التالية، صديقك سيحدثك الآن عبر الإنترنت. كان يوما لا ينسى. بعدما قرأنا الفكرة يا أصحابي وعرفنا قصتها في عيد ميلاد صاحبنا، الأصدقاء كلهم كانوا موجودين، الفكرات كانت متنوعة، وبعدين فجأة الولد شعر بالحزن، وبعدين ها زمايله اتجمعوا حواليه وتعرفوا على ايه سبب حزن الولد ده، فقال لهم ان انا فقدت اعز اصدقائي، هو مش موجود معانا، امال كان فين؟ قال لك كان ايه، مسافر بره وبعدين خارج الدوله. وبعدين قالوا له دي اللي كانت المفاجاه بقى في النهايه، قالوا له هو دلوقتي هيعبر هيحدثك عبر الانترنت، وده كان يوم جميل وما نقدرش ننساه. طيب عايزين بقى نستخرج من الفكره دي حلوين اسم الحدث. ها، حفل ايه؟ برافو، حفل عيد ميلادي. كانت فكرات الحفل، ها احنا جبنا الاجابه منين؟ من الفكره. في عيد ميلادي يبقى ده اسم الحدث. طيب السؤال اللي بعده، كانت فكرات الحفل، ها كانت الفكرات مالها؟ متنوعه بين مهرج وساحر وفكرات ومواهب وغناء. برافو، احسنتم. معنى كلمه متنوعه؟ برافو، ها مختلفه. أحسنتم. وبهذا نكون قد انتهينا من حل هذه التدريبات، ونتذكر الدعاء ختم الدرس: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.